هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبة قراءة عاطفية برج الجدي، رح احاول احكي فيها عن المواضيع العاطفية من مشاعر الحبيب الى نواياه الى مستقبل العلاقة بينكم، ورح اتحدث كذلك عن الناس العزاب بالاخير. رح احاول اشوف اذا في شخص جديد بحياتكم او لا. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع برج الجدي، وكذلك في امكانية انه تكون قراءة عكسية. بداية أصحاب هذه القراءة، أصحاب برج الجدي، عم شوفكم كأنكم مفتقدين الاستقرار، مفتقدين علاقة كانت طويلة الأمد وكان فيها استقرار، ممكن كان فيها حتى وعود بالزواج. ممكن عم شوفكم هيك محتفظين بكرامتكم، محتفظين بالمشاعركم الخاصة، ما عم تبوحوا فيها لحدا. عم شوفكم كذلك كأنه أنتم عاملين بروتكشن لمشاعركم، حماية لمشاعركم، عاملين يعني خط دفاع لكل شيء يمسكم. يعني كأنه أنا عم شوف على أنه كأنه كنت تريد علاقة استقرار مع شخص ما، وهذا الإنسان ما كان قد كلمته أو لم يكن كما تصورته، وعم شوفك يعني حامل كرامتك ومتجه يعني مستخبي إذا بدك تقول، بس تريد الصلح، تريد إرجاع الأمور إلى ما كانت إليه، تريد حد كذلك كتابة رسالة له وتحكي معه، تفضفض اللي بقلبك. أوكي. أما الشريك حاليا عم شوفه بطاقة ال Seven of Swords، يعني كأنه هذا الإنسان ممكن يخونك، أو ممكن هو بعلاقة أخرى مع شخص آخر. إذا أنتم منفصلين ومبتعدين عن بعض، ممكن هذا الإنسان عم يحكي مع شخص آخر. إذا لم يكن يحكي مع شخص آخر، فهذا الإنسان عنده كذا شيء يعني يسعى إليه، بس هو يفتقد العلاقة اللي انتهيت. أوكي. ممكن هو يسعى لخلق علاقات جديدة بس لينساك، بس ليمحيك من حياته. ممكن انت بتفكر على انه هو بيخونك، ممكن لانه مبتعد ما عم يحكي معك. ممكن انت عم تفكر انه هو بيخونك وانه مع شخص اخر، بس انا عم شوف العلاقة يلزمها التوازن. يعني عم شوف في حب، اول شيء بيطلع لي بهذه القراءة في حب، في ترو لوف، يعني هذا الحب صادق جدا، وبيقول لك انه هو الانسان اللي رح تشعر معه بالرومانسية وبالحب وبكل شيء جميل. بس انا عم شوف على انه في عدم توازن، في عدم اخذ وعطاء. يا انت يا برج الجدي ما بتعطيه مشاعر كتير كافيه، ولجأ الى علاقات اخرى او سيلجأ الى علاقات اخرى. اما مشاعره هو تجاهك، هذا الانسان يريد قربك بكل صراحه. ممكن يكون من برج السرطان، وكذلك ممكن يكون من برج الدلو. ممكن شخص متعلم، شخص اذا ما كان متعلم وعنده دراسات عليا، فهذا الانسان عنده وعي روحي كتير عالي. بس في خصامات بيناتكم، دائما في مشادات كلامية بينك وبين هذا الشخص، ما عم تتفقوا، لهيك عم يطلع لي انه في مشاكل بالكوميونيكيشن، في مشاكل بالاخذ والعطاء، يعني ما في توازن بالعلاقة. ممكن الحبيب او انت شخص يعني عندكم كلام جارح، كلامكم قاسي، كل واحد بيجرح الاخر بالكلام الجارح، بس علاقتكم متينة، فيها اتراكشن كتير عالية، وكمان فيها تعلق شديد، ما بتقدروا تنسوا بعض، بالرغم من انه فيها فوات وفي مشاكل بالعلاقة، بس مش قادرين ابدا تنسوا بعض. عم شوف كذلك مشاعر الحبيب تجاهك، عم شوف انه هذا الانسان بيفكر فيك، بيفكر فيك، هو بيشوفك على انه انت ناجح ماديا وناجح عمليا وانسان عندك صفات جيدة، بس يعني في اشياء ما عم تتفقوا فيها. هذا الانسان بيفكر فيك وبيحس انه هذه العلاقة خسرة للنهاية، انتهيت خلاص، بس بضل يفكر فيك، عم يتذكر ايام حلوة بيناتكم. يعني شيء حصل بهذه العلاقة، يعني
ما خلاها تنجح جيدا، أوكي؟ ما خلاها تنتهي بصفة جميلة، كأنه شيء حصل بهذه العلاقة، ما صرتوا تتفقوا جيدا وصارت في بيناتكم مشادات كتير عالية، أوكي؟ وفي كذلك شك وغيرة. أنا مشوف على أنه البعض منكم بشوف على أنه علاقة فيها مش يعني فيها شك وغيرة، وفيها كذلك كل واحد لا يثق بالآخر، بشوفه على أنه إنسان منه صادق ومنه جيد. أوكي. أما الأشياء اللي ما بتحبها أنت فيها برج الجدي، عم شوفك على أنه ما بتحب تعلقه الشديد بالزواج. أوكي. هذا الإنسان ممكن يريد الزواج منك ودائما يطلب هذا الكلام ويكرره، أو ممكن عنده مشكل، مشاكلكم السابقة دائما بتظهر لما بتتصالحوا مع بعض، دائما مشاكلكم السابقة بتظهر من جديد. ممكن للبعض بيظهر مشاكل الأطفال، إذا كنتم متزوجين ومطلقين بتعزين عن بعض، يظهر مشاكل الأطفال، ممكن يظهر مشاكل عديدة تطلع على السطح. أوكي. بس في مشاكل كارمية، إذا بدنا نقول يعني مشاكل، كأنه أنتوا مثلا بالسابق كنتوا بتقولوا كلام جارح لبعض وبترجعوا، وهذا الإنسان بيرد لك الساعة ساعين وتفترقوا وترجع لبعض، وانت ترد له كمان الساعة ساعين، صارت العلاقة توكسيك، يعني صارت سامة جدا. كل واحد بده الآخر، بس بيجرح الآخر. أوكي. صارت العلاقة سامة جدا. أما الأشياء اللي بتحبها أنت فيه، بتحب فيها لأنه بحبك، يعني هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير صادقة تجاهك وعنده حب كتير كبير لإلك. يعني علاقتكم جميلة جدا، بس فيها نوع من الكبر، وفيها نوع من دائما لازم انت تظهر القوي او هو يظهر القوي بهذه العلاقة. عم شوف كذلك على انه ما بحب فيك على انه انت شوي هيك بدك تكون مرح، تكون بعلاقات اخرى مع اصدقاء ما بحبهم، تكون معهم، ما بحب هذه الاشياء معك. واوقات بحسك يعني ما بتعمل الأشياء اللي بده إياها. أوكي. بشوفك على إنه أنت بتعمل اللي براسك، بتعمل اللي بدك إياه، ما بحسك على إنه تستشيره في خطوات بالعلاقة أو بأي شيء. أوكي. بحسه إنه أنت بحسك إنه أنت بتاخذ القرارات بس لإلك. أما بالأشياء الإيجابية اللي عم يشوفها هو فيك، عم يشوفك على انه انت اجمل مثال انه تكون زوجه، انه تكون نصيبه. بحس معك بالامان، وبحس معك بالراحة النفسية وكذلك حتى بالحب والطمأنينة. بس ممكن في تشويش من طرفك او من طرفه، ما في وضوح بالعلاقة، كل واحد عم يخفي الاشياء اللي جواته، ما في وضوح، ما مش كل واحد بيحكي اللي بقلبه وبصراحة. أما بالنسبة لإلك، عم شوفك تنوي الاستقرار مع هذا الإنسان، تنوي الصلحة، تنوي الرجعة، تنوي أنه تصلح الأمور، تنعدل الأمور، يصير فيها عدل، يصير فيها نجاح. أوكي. أما هو عم شوفه عم شوفه كذلك، يعني يريد الاستقرار كذلك. الشخص يريد الاستقرار ويريد إرجاع الأمور إلى نصابها، بده ينهي هذه العلاقة التي كانت، يعني كل الأشياء اللي كانت تسبب لك الفشل أو تسبب لهذه العلاقة الفشل، بده إنه ينهي كل المسببات تبع الفشل وتكون العلاقة جيدة. أوكي. مستقبل العلاقة صراحة عم شوفه
لسه في خصامات، لسه ما تفاهمتوا، لسه في مشاكل بيناتكم. ليش بقى؟ لانه عم شوف يطلع لي الفايف اوف وانز، يعني لسه في صراعات، لسه في عند، لسه في افكار سلبيه. يعني بشهر مارس ما عم شوف رجعه، ولا عم شوف في اصلاح، ولا عم شوف في شيء. يعني كلاكيع كلاكيع ثم كلاكيع، يعني مشاكل بس لأنه أنت عنيد وهو عنيد، وكل واحد عنده أفكار خاصة وعنده أشياء خاصة، وما بده إنه يطور العلاقة أو يستشير الآخر. كل واحد بيقول للآخر أنا اللي كلمتي رح تمشي. أوكي، عم شوف الطاقات اللي بتطلع بهذه القراءة. عم شوف برج العقرب، عم شوف برج الحوت، كذلك عم شوف برج القوس، برج السرطان، برج الجدي كذلك. عم يطلعوا الطاقات المائية بنسبة كبيرة، وكذلك عم شوف حتى الأبراج الترابية، حتى برج الميزان عم يطلع بهذه القراءة. بتمنى أنه يعني حتى برج العذراء كذلك، بتمنى أنه تلاقوا حلول بينكم بين بعض وتصلحوا الأمور. كمان بقول لك أنه في perfection، في كل واحد بيقول انا المثالي. اوكي، بيقول انا الذي ما فيني مشكل، وانا الذي على حق والاخر على غلط. وهذا مشكل، هذا هو ممكن سبب المشكل بينكم بين بعض. بس في ترولو، في حب صادق بينكم، بتحبوا لهذا الشخص بصدق، وكذلك هو بحبك لها يعني بصدق. بس حاولوا تلاقوا توازن بينك وبينه، لازم تلاقوا حلول لهذه العلاقة. أوكي، لازم تلاقوا حل. أما بالنسبة للعزاب، عم شوف التذكر للماضي كذلك، وممكن شخص من برج الحمل ممكن عم تتذكره، بدك رسالة منه، بدك يعني هذا الإنسان يصالحك. ممكن أنت مكسور القلب، بتفكر فيه كذلك، وعم شوف أنه بدك ترجع هذه العلاقة. ممكن إذا ما كانت علاقة من الماضي، فأنا عم شوفك أنت تهتم ببرج، أنت تهتم بشخص أو معجب بشخص من برج الحمل، أو طاقته طاقة نارية، شخص عنده منصب عالي، ممكن يشتغل بمنصب رئاسي، إداري، عسكري كذلك بيظهر. وبدك يعني انه هذا الانسان يحكي معك، انه يعبر لك عن حبه. ممكن عم شوف في شك وغيرة من طرفك لهذا الانسان، وبدك انه يخطي خطوة الى الامام. صراحة ممكن هذا الانسان يتقدم، او يعني يعمل خطوة للامام. بشوفه كذلك عنده مشاعر كتير كتير كبيرة تجاهك، في مشاعر حب كتير قوية، وبده قربك هذا الشخص إذا كان معجب. وكذلك ممكن يكون حتى شخص من الماضي، بالرغم من أنه يعني العزاب بيقولوا أنه سكرت الباب وراء أي شخص من الماضي، فأنا عم شوفهم بيضلوا فكروا بهذا الشخص من الماضي، حتى لو أنكروا، حتى لو قالوا أنه ما بيهتموا أبداً. أوكي، هذا كل شيء بيطلع لك يا برج الجدي. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.